بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زبناء أنا وحبابنا زبناء أواني عبد الفرنوسي، مرحبا بكم معنا مجددا من قلب محل أواني عبد وسيدي مومن المتواجد بشارع بلال، يعني المارشي ديال الكرون ديريكتومون اون فاس مع موالين الحلويات اللي متواجدين هنا في المارشي، بالضبط من تحت المسجد ديال الإحسان، تحت الصومعة ديال الإحسان اون فاس مع المقهى ديال الطاس الشهيرة اللي هي هذه. مرحبا بكم معنا ومرحبا بالسي عبد الواحد. الله يبارك فيك السي بدر. السلام عليكم زبنائنا وحبابنا، نرحبكم من جديد من قلب محل اواني عبد السيدي مومن. كيف العاده كي الجديد، وتابعونا من الاول حتى الاخر، وما تنساوناش بالقلوبه اللي كتخليو لنا الزوينين ولي كومونتير. واول حاجه هي اللي طلع لي اللايف ديالنا يثبت الحضور ديالو، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اللهم صل عليك رسول الله. بسم الله توكلنا على الله، بسم الله مجراها ومرساها. اولا وقبل كل شيء كنبغي نشكركم ايها الرائعون، لحقيتاش بكم نتوما حنا هنايا وبيكم كنزيدوا لقدام، وتا نتوما بينا يعني كتعمروا كوزيناتكم وبصحتكم وراحتكم مع الاثمنه الزويونين. اليوم ان شاء الله تعالى غادي ندير لكم العرض والاستعراض ديال اكثر من 150 منتوج، الا قدرنا الله حتى ال 200 منتوج، بثمن بطاطا برطل كيوصل بعض المرات حتى الناقص 70%، حتى الناقص 60%، ناقص 50%، ما بقيناش كندويو عليها. ياك سي عبد الواحد داكشي اللي كاين اخويا. مرحبا مولاي، سير على الله. اش هاد القضيه المكشكشه المنوره؟ دائما اواني عبدو راك عارف، دائما جديد التكشكيش ديال التكشكيش. محل كيقول لي الجديد هو محل اواني عبدو سيدي مومن ومحل اواني عبدو برنوسي. مرحبا ودي سي عبد الواحد، سير على الله. منين غنبداوها؟ باش ما عجبك ودي سي عبد الواحد، باش ما عجبك سير على الله. سير خويا وريني هل من مزيد. اول حاجه غنبداو بها هو السيرفيس الزوين ديال ست بيس، يعني ست طبيصلات صغار والكبير ديالهم. أيه. فيهم ربعه الموديلات، هذا اللي علاش كل الشميشه ياك سي عبد الواحد. اييه اللي الثمن ديالو صراحه فيه ثمن جد مناسب، اللي يعني فيه ثمن خيالي، هوته ديال بصح صراحه قبل اللي يبان في اللايف هذا قريب يسالي لينا الثمن ديالو. قلنا لهم الثمن ديالو ناقص 60% بالمقارنة مع الثمن ديال السوق. ياك سعد الشيء اللي كاين، الثمن ديالو كيدير 1200 درهم، 60 درهم، 6 البياسات صغار زائد واحد كبير. وإلا قلنا إلا قلنا 60% راه 60% على برا، وعلى المحلات الآخرين راه كيبيعوا فيه بعض المرات حتى 130 درهم 140 درهم، حنايا جبناه لكم غير ب 60 درهم. 6 البياسات مويان معاهم هذاك البلا ديالهم الكبير ب 60 درهم 1200 درهم. مرحبا. بالنسبه للتويشي سي عبد الواحد ما نزقلوهاش حتى هي، ما حدنا جينا هذيك كدير 10 درهم، هذيك صراحه زوينه كياخذوا فيها الناس 6 بياسات 12 بياسه زوينه. وهاي فين محطوطه السي بدر، وريني الديمونستراسيون ديالها. اييه ما شاء الله صراحه. انا عاوتاني ما شاء الله. بالنسبه لبابي سيرفيت الثمن ديالها 60 درهم، وقلنا ديال السترابس كدير 10 درهم 10 درهم، وانما هذا راه زواقع عاوتاني اخر. خليني نمشي فيرزات شي ولا شي حاجه، الرونه قلب الدين اللي ما نعاودوا عليه هضره. ياك سي عبد الواحد داكشي اللي كاين الصراحه خميسه خطيره. باقي عندنا في هذه الفيرزات شي، باقي عندنا في الشكيلات الاخرين كلشي كاين. كاينه بورت سيرفيت اللي جات كاريه وجات رون، اييه دايره 60 درهم حتى هي. اييه وكاينه فيرزات شي هاي خويا كدير حتى هي 60 درهم. مرحبا. اييه وكاينه ديال التاج اللي كاينه غير في الارجنتي حتى هي 60 درهم. اييه بالنسبه غادي نمشيو للمنظمات ديال السكر واتاي زوينين اللي كيحمقوا، اللي جاوا جداد دخلوا المحل ديالنا، والصراحه خداوهم الناس بزاف. باقينا يلاه تلحوا في لاباج، يلاه الصراحه واعرين. وغيجي غدا ان شاء الله شكل اخر عاوتاني دائما الجديد، الثمن ديالهم جوج بألف ريال، جوج يعني تمام زوين. هادو راه ماشي بلاستيك ولا عود، هادو راه ميتال يعني اينوكس، اينوكسابل اصلا، اينوكسابل زوينين ورخامه. مرحبا. يعني ديكور واعر ما نعاودوش الهضره سرعة. وقدروا يمشيو تحطوا حتى مع هاد سميتو عليهم هاد الترموسات، الترموسات مع اللي كيسان مع لي دو سوفير، حتى همايا لي دو سوفير بالكيسان ديالهم اللي كيحمقوا الواعرين.
ما شاء الله. ما كاين اواني عبدو البرنوسي واواني عبدو السودي مومن، الناس اللي قالوا هادشي ماشي حنا بشهاده الجميع يعني الشيء اللي كاين طامبون ماركه المسجله تخدات من عند العالم كله مش المغرب كله، الناس من اوروبا من الخليج من هذا، الناس اش كيقول الناس عبد الواحد ها البصمه ديالكم داكشي اللي كاين سار الله ويستاهلوا من عندنا ما محسن كما تما كيكبروا بينا وكيقول لك كنستاهلوا محسن تما يستاهلوا عندنا محسن صراحه. هذاك الشيء علاش اللي كتشوفوا مثلا هذا الشيء هذا والله القسم الى غير بكم نتوما باش قدرنا اننا نجيبوا هذا الشيء هذا بهذيك الفقره اللي كنديروا لكم مره مره ماذا قالوا عنا، كنسولكم على البياسات اللي كتقول لنا نجيبوا لكم، حنا كنمشيو كنحاولوا ما امكن ان مثلا ما لقيناش ديك البياسه كنحاولوا ما امكن نقلبوا على البياسه تكون هي اما بحالها هي اما احسن منها، وغالبا كنحاولوا نجيبوا محسن منها ومحسن منها دائما. حنا عندنا كما كنقول لكم محسن منها في الثمن ومحسن منها في الجوده، هادو جوج ديال المسائل اللي كنبازيو عندنا علينا في المحل واللي قبل منهم كامله هي المعامله. سعد الواحد داكشي اللي كاين داكشي اللي علاش كنخدموا على المعامله وعلى الجوده ديال السلعه والكليان خاصو يمشي بخاطره. هادشي اللي كاين هادشي اللي المهم كيف العاده نكملوا معهم السترابس ديال ست بياس زوينين رائعين اللي كيحمقوا الثمن ديالهم. قلنا كاين هاد النقشه البلديه الزوينه ديال الشميشه ديال الشميشه 60 درهم وهذا حتى هو 60 درهم أيه. وكاين هذا اللي داير سامبل واعر حتى هو 60 درهم 1200 أيه. وكاين هاد الشميشه عاوتاني 60 درهم أيه. يعني ثمن كيف العاده ديال السولد، وهذا راه ماشي غير السولد راه ثمن تطبرطل كيف غنقول شنو اللي قلنا في الاولى هادشي اللي كاين ناقص 60% كما قلت لكم كتوفر المحل ديالنا لا ديال سيدي مومن ولا ديال سيد البرنوسي على اكثر من 300 بياسه 300 ارتيكل، وكل ارتيكل يعني ضروري كتلقاو فيه ثمن يا اما زوين يا اما فايت زوين ليها. بعض المرات ملي كتلقاو مثلا بياسه دايره 130 درهم 140 درهم كتلقاو ثمن 60 درهم ليكم تخيلوا يعني حجم ديال النقص اللي ناقص عليكم في بلاصه مثلا غتاخذي وحده 130 درهم كتزقي مثلا واخده جوج ديال البياسات 120 درهم غتاخذي بها جوج من هاد غتاخذي وحده من هادي وحده من هادي يعني 120 درهم ناقصك 10 درهم اخرى. سر الله قراو كومونتير ديال زكريا بيدرو اول باول كيما العاده جا راه جاب لك الكادو ديالك الله يكبر بيه وقول لي الله يخلف الله يخلف عليك راه هو محطوط الله يعطيه الخير الله يحفظك نقراو لي ضروري والله القسم انا قريت وما عارف على هذه الهوان قال لك تحيه خاص اخويا عبدو وخويا بادر كلشي طوب بلا فوتوشوب تصنت ليا جوده والثمن ما كاينش تلقاه في اي مكان من غير عند عبدو. الله يبارك فيك اخويا اخويا زكريا الله يكبر بك وكنشكرك جزيل الشكر على الكادو ديالك الله يجزك بخير والله يعفو علينا وعليك والله يقعد بوسادك هذا مكان سير على سير اخويا الترموس ديال الرخامه كيف العاده في البلو وبالي سوطاج ديالهم لي دو سوفير اييه هادو راه كيسان هادو واعرين كيسان هادوك ما شاء الله روعه روعه يعني ست البياسات سير يا صاحبي ست البياسات ها 130 درهم 130 درهم 2600 درهم 120 درهم ناقص 10 درهم احنا باقيين داوين عليه سير على البلاطو ديالهم الصراحه واعر حتى هو يعني راه كبير اييه الثمن ديالو كيدير 130 درهم 2600 درهم 2600 درهم اييه وكاين في النوار يعني بحال هادو بحال النوار بحال البلو بحال بحال نوار بحال البلون قلت البلو بقيت كنقلب عليه بحال نوار بحال البلون 120 درهم ناقص 10 درهم والطيرموسات 110 درهم 2200 على جوج 2200 ريال واخا سي وسيم شنو جبتي لنا عاوتاني اليوم اشنو جبتي لينا الضحيكه هي اللي ولا بعدا لك اشنو هي ديك اخويا شنو هي ميكا خنشا قفه سله ديال الديسير ياك شحال الثمن ديالها؟ 70 درهم فين غادي يمكن يلقاوها؟ أواني عبدو أواني عبدو سيدي مومن ياك مرحبا بهم اللي يمشي في حالاتهم مرحبا بهم ومالك حشمان جاي كتوريني فيها في الآخر حشمان منا المهم على أي هاد الشبيكة اللي جاب لنا السي وسيم راكم كاملين وليتو عارفينها الثمن ديالها ما كيتجاوزش فقط 70 درهم راه متوفر عندنا في المحلات لا ديال سيد البرنوسي ولا ديال سيدي مومن والحطه ديالها راه ما شاء الله صراحه سعد الواحد دير لي واحد ديمونستراسيون خفيفه ظريفه باش نعرفوا كيفاش كدار هاي اخويا سدها باش تبان مرحبا
ديمون طابل كتجي خطيره الصراحه، يعني ما كتاخذش واحد المساحه بالنسبه للناس اللي عندهم الضيق ولا هذا وكيبغيو يتهلاو في حبابهم وكذا، مابقاش اللي يجوا عندهم تقدر دير هذه وفي الاخر طرونجي في بلايصه، يعني راه تمينيميزي لك لاسباس، ما تحاول كاع تفكر في شي شبكه ديال الميكا ولا شي حاجه بحال هكا، راه زوينه صراحه. الثمن سي وسيم 70 درهم 1400 ريال، يلا دا البلاصه الله يرضي عليك. المهم كيف العاده غنكملوا مع اللي طيح موس، وقلنا الكيسان ديالهم كيديروا 620 درهم، البلاطو 130 درهم، الطرموسات على جوج 110 درهم، 2200 ريال. نمشيو للفراقه على جوج كدير 140 درهم، 2800 ريال ناقص 10 دراهم. بالنسبه للطاجين ديال المملحات كيدير 60 درهم، كاين في الدوغي وكاين في لارجونتي. بالنسبه ديال الشموع كدير 190 درهم، 190 درهم يعني 3800 ريال، 3800 ريال. بالنسبه للريشه كدير 1000 ريال، كاين عندنا في هذا الموديل الثمن ديالها 1000 ريال. اييه وكاين في هذا الموديل حتى هي 1000 ريال، 1000 ريال مرحبا. وهذا اخويا انا اقسم بالله العلي العظيم ياك دابا قلتي 1000 ريال، والله القسم الا دايرين ناقص 50% عندنا هنا في المحل. علاش؟ لحقاش كنت كندور في لي باج ديال الفيسبوك ولقيت واحد المحلات بلا ما نسميهم باللي دايرين 99 درهم، العيالات راه غادي يعرفوني علاش دياوي، كيكونوا نهار الجمعه الصباح كيديروا الصولد دايرين دايرين 99 درهم، راه العيالات عارفين شنو اللي كاين. هذيك الساعات نتوما الا بغيتوهم استعبد واحد على ذكر نتوما بغيتوهم قول لي اكد لي المعلومه ديال التوصيل واش كاين عندنا ولا ما كاينش عندنا. بالنسبه للتوصيل كاين عندنا في كازا، خارج كازا، المغرب كله قطيبه. المهم اللي بغى شي حاجه يسكريني ويتواصل معنا في واتساب، ويتواصل في الواتساب النمره ديالو اللي هي هذا استعبد الواحد ما فيها باش نذكرهم بها، اللي هي 06 90 82 82 02. اعيد 06 90 82 82 02. وهذيك الساعات كما قال لكم استعبد الواحد اللي خاصها شي بياسه ولا هذا معلي اللي يسكرينيها وصيفط لينا في الواتساب، حنا ديك الساعات غادي نتكلفوا. ومن الاحسن ان الانسان حتى يتاكد من ديك السلعه اللي بغا عادي يسكرينيها وصيفط لنا ونعطيوه حنا عمليه حسابيه ماشي مشكل، نعطيوه شويه ديال الوقت نشرحوا ليه شحال الثمن، نعطيوه مثلا شحال غادي يجي في البون، ومن الاحسن يكونفيرمي لنا في الاول باش ماشي حتى تجمع السلعه وفي التالي يقول لك اودي لا راه ما بقيتش بغيتها ولا هذا. الله يرحم لكم الوالدين باش داكشي يكون بيان اورغانيزي ومشي كلشي على خاطر، نتوما تبقاو على خاطركم وحنا الا ضربنا تماره ما نضربوهاش على الفاضي. ومرحبا بكم. بالنسبه للتوقيت ديال افتتاح المحلات نظرا لان الوقت زاد ما بقاش مع التسعود، بالنسبه للبرونسي كيبدا من 10 الصباح ل 9 ونص الليل، بالنسبه لديال سيدي مومن كيبدا من 12 النهار ل 9 ديال الليل. اييه مرحبا سلام. نمشيو للسينيه على 3 زوينه، يعني هذه غادي تكون بياسه وحده الثمن ديالها 70 درهم صغيره، المويان 90 درهم، الكبيره 110 درهم 2200 ريال. مرحبا. صراحه زوينين. عاود معايا خويا راه ما شديتهمش مزيان. شديتهمش مزيان، قلنا الكبيره 110 درهم اييه 2200، المويان 90 درهم اييه، الصغيره 70 درهم 1400 ريال. مرحبا. الرساله واضحه، الرساله واضحه. الزميل عبد الواحد انتقلوا للملعب بن قرير ونجاوبوا على هذا السؤال هذا اللي كاين هنايا داكشي ديال الكره ديال النهار الحد. روان الصبار ناري اخويا الكيسان كتفقصوا الصراحه في سعاده الزوجات والامهات ديالكم، كون راكم زيناتكم زهرين من الاخر ما كاين، تبارك الله الله يوفقكم الله يسهل عليكم. انا مازال نتسنى فيكم تجيو لبن قرير اختي الا بغيتي مازال شي سلعه مازال، راه كانت ربما السيده كدوات معنا شحال هذا نيت في اللايف. الا كنتي خاصك شي حاجه مرحبا، حنا راه كنديروا التوصيل حتى لباب المحل، فين ما كنتي نوصلوا لك حتى لباب المحل ديالك، يعني يكفي انك تتصلي بينا وحنا غنصيفطوا لك السلعه اللي خاصهاش. مرحبا. السي بدر مشيو للريشه الثالثه اللي عندنا موديل الثالث كدير 40 درهم 800 ريال، صراحه زوينه ام ديكوريا. بالنسبه للدجاجه كاينه في الالوان ديالها كاملين، بيضاء بيض نوار كل شيء كاين، الثمن ديالها 180 درهم. بالنسبه لديال الشموع 170 درهم، لي تيرموس 150 درهم على جوج. مرحبا. بالنسبه لهاد البلاطو كيدير 190 درهم جوج بياسات. نقولوا على هاد البلاطو عاده والعود احمد، وياه عاده والعود احمد شحال الناس ما كيسولونا عليهم صراحه.
واحد كومونتير اخر ادم جناتي، في الحقيقه انا من النوع اللي كيسول بزاف في المحلات. الحقيقه لحد الساعه ثمنكم ما كاينش، كديروا ثمن اكثر من مناسب، والله بدون نفاق ما كنعرفكم ما والو. الله يكبر بك اختي، وهذا راه واجب ديالنا كما قلت لكم. حنا الا قلبنا لكم على شي سلعه كنحاولوا نقلبوا لكم على السلعه، كنقلبوا لكم على السلعه اللي كيكون الجوده ديالها الطوب والثمن ديالها كيكون طوب دي طوب. ومرحبا بكم. نمشيو الفراقه على خمسة اللي هي هذه، الثمن ديالها كدير 150 درهم. اييه. وكاينه على ثلاثه كدير 120 درهم، 2400 ريال، 3000 ريال. 120 درهم، 150 درهم على خمسة. مرحبا. الطرموسات قلنا 150 درهم جوج. كاين عندنا فيهم شنو اخر ذاك الطرموسات؟ كاين الطرموسات مختلف الوان مختلفه. شحال الثمن ديالهم؟ اشكال. الارجنتي 150 درهم. بالنسبه ديال العصفور كدير 120 درهم. وهاد البوكسات الزوينه هادي 160 درهم، 1200. كاينه في بلونكاسي اللي هي كاينه في الارجنتي والدوري وبلونكاسي 120 درهم. مرحبا بدي سعد الواحد. فين غنمشيو؟ السي بدر اللي كاج على 3 ايطاج في الروند وفي المربع، صراحه واعرين ديال تركيا، مخدومين خدمه نقيه من عندك الهضره. الثمن ديالهم 380 درهم سول، هادو راه كيديروا 600 درهم 500 درهم كله باش كيبيعهم، هنا 380 درهم. مرحبا. فيهم هاد الموديل وفيهم هذا وفيهم هذا وفيهم هذا. مرحبا. العمراني كريم بادر، سلم على عبد الصمد وقول لي من راجع. من راجع صاحبك هذا، انت انت اللي خاصك تشوف. فرق كبار كاملين طاحوا طيحه واحده. والله كاع منو سادهم تما. ميت عبد المجيد وبدر الدين خويا، تبارك الله عليك الله يحفظك، وتحيه للناس ديال الماجوريل ديال الازهر واحد واحد ياك. سعد واحد مرحبا، تحيه للناس كاملين كاع اللي كيتابعونا قاطبه لا داخل المغرب لا خارج المغرب، مرحبا بكم كاملين عند محلات اواني عبدو برنوسي. مرحبا. فين غنمشيو للكاج؟ الثمن ديالو كيدير 150 درهم. أيه. 150 درهم. مرحبا. كاين هذا على واحد كيدير 80 درهم، 1600 ريال في البلو وفي النوار. مرحبا. بالنسبه للبورت كاطو الثمن ديالها 110 دراهم، فيرزاتشي شي حاجه واعره، ما نعاودوش الهضره، كادو معتبر بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديو كادو واجد. مرحبا. هذا الصديق هذا 2.25 سير خويا. اش خاصهم يديروا سعد الواحد؟ ها هما القليبات كيف العاده ما تنساوناش منهم، ولي جيم تا هما زوينين، كلشي بحال بحال، والبارطاج فوق هادشي كله خاص البارطاج، كلشي يستافد من العروض ديالنا اللي كنديروا المناسبه والتخفيضات اللي كتوصل حتى 70%. صراحة أتمينة مكسرة للعادة. مرحبا بدي سعد الواحد. واحد السيد صاحبنا هنا كيسولنا، ميت عبد المجيد كيسولنا على الطاجين ديال لينوكس، واش كاين ولا ما كاين؟ طاجين لينوكس سال لينا غادي يكون مازال ضروري إن شاء الله. مرحبا. يلا سير امتى غادي يوجد سعد الواحد؟ المهم هاد السيمانة إن شاء الله يكون غادي يكون هاد السيمانة إن شاء الله، الطايات ديالو كاملين غادي تكون شي حاجة واعرة. شوف لي كاسرونات ديال الكرانيت الله يرضي عليك، واحد السيدة شي سولتنا عليهم. كاسرونات ديال الكرانيت كاين عندنا لا ماركي هاشفر اللي معروفة. اييه. ديال تركيا أوريجينال، الثمن ديالهم 380 درهم. مرحبا. اللوينات اللي باقيين فيهم؟ فيهم الكرونة وفيهم الكري. مرحبا. سير عمي. بالنسبة لهاد الترموسات؟ الترموسات كدير 25 درهم. 25 درهم، واحد اللوينات آخر اللي باقيين فيهم؟ باج وكذا ما بقاوش. سير عمي. إن شاء الله. بالنسبة للي كوكوت؟ لي كوكوت 170 درهم. 1400؟ 70. 3400 ديال جوج ونص، 3800 ديال ثلاثة، 4200. لاحظتك خويا عبد الله يبارك فيك لاحظتك. 4200 ديال ربعة، 4800 ديال خمسة، 7500 ريال. عبد الواحد ما تنساش، ولا عبدو ما تنساش الناس الجديده زينب، بلغ لي التحيه صراحه. احسن كلي انا، تحيه ليك والناس ديال جديده كاملين والمغرب كله، الناس دكا لقاطيبه ثاني الشيء اللي كاين صراحه. ياك ما تتبكى بزاف على على شكلت في قلنا دكا لا واش قلت شو صراحه. 60 درهم 60. بالنسبه خويا لهاد لي طاس هادو، لي طاس 70 درهم، فيهم 6 لي طاس و 6 لي طاس، 70 درهم ثمن، فيهم ثمن زوين.
سولدين 70 درهم. كل شيء بارطاجي، كل شيء ديال القليبات باش كل شيء يستفد من العروض ديالنا الممتازه. مرحبا. بالنسبه بالنسبه لهذا الكيسان ديال العصير، هذا الكيسان 95 درهم 12 كيس فهمت تما زوين، ناقص 15 درهم كانوا 110 درهم 95 درهم. مرحبا. بالنسبه للعيبات ديال العطريه، واحد السيده راه كانت سولات يعني قبيله ما رديتش البال، كاينه على 12 اللي كدور من 100 درهم. اللي فاز زيات 150 درهم في النوار وفي الجولد، اللي فاز سيتا جولد 150 درهم، وكاين هذه اللي على 970 درهم، وكاين ديال القاطاني ديالها 130 درهم. وبالنسبه لهذه للسامبل اينوكس سامبل 150 درهم كدير، ولي غوج 160 درهم. مرحبا. بالنسبه لهذه المنظمه، منظمه 125 درهم، هو الكتريك كيسولوا عليه الناس بزاف، عندنا لا مارك ايليت اللي معروفه. الثمن ديالها كدير 110 درهم 2100. هذه اللي فيها الزاج ياك؟ الزاج. وكاينه الاينوكس 80 درهم، وكاين عندنا لا مارك امبريال 120 درهم. ديال الزاج؟ ديال الزاج، شي حاجه زوينه الصراحه. مرحبا. كاليتي. نعاودوش الهضره. بالنسبه لهاد الكريريسا، بالنسبه لهاد العيبه الكريريسا كدير هذه 160 درهم، وكاينه هذه كدير 145 درهم. مرحبا. وكاين هاد البلاطو كيدير 80 درهم 1600 ريال 1600 ريال. اي اللي كغاف كاينه هذه اللي كتجي هكا. اي في الحطه ديالها عوجه صراحه زوينه، الثمن ديالها كدير 90 درهم، وكاينه هذه حتى هي 90 درهم 1800 ريال. مرحبا. وبالنسبه لهذه اللي مع الوليدات ديالها، الثمن ديالها 200 درهم، ست كيسان والقرعه ديالهم بحال هذه اللي دايره بحال هذه المربعه 200 درهم. مرحبا دي سعد الواحد، ما فيها باس تذكرني بالثمن ديال هاد جوج بياسات. جوج ب 1000 ريال سولد عند اواني عبد البرنوسي وتوم في سيدي مومن. 1000 ريال؟ جوج ب 1000 ريال، جوج بياسات. سير على الله. وبالنسبه لهذه 220 درهم. 220 درهم؟ ايوه. ديال الكيك. سير على الله. فيها الموس ديالها والبالا. وبالنسبه للعطريه ديال الرخامه 260 درهم. 260 درهم، اين وحده فيهم؟ بجوجهم بحال النوار بحال البلو بلون. اييه. وبالنسبه لهاد 260 درهم تما، كاين هذا كاين هذا اللي فيه الضامه. للاشاره للاشاره ودي سعد الواحد، بالنسبه لهاد لي طاس هادو راه لاصقين فيهم هذوك لي دو سوفير ديالهم ولا لي سو طاس، راه لاصقين فيهم بحال ما كبداك العود ديالهم، يعني راه كاليتي خطيره مش حاجه من عودو. هذا دير فيها قهوه نواغ كيما تقدر دير فيها حتى القهوه ديال سميتو عليه، يعني راه زويونين صراحه، وراه فيهم بزاف ديال اللوينات. كاين عندنا هذا وفي النواغ ديالو بحال هذا الشكل، يعني حتى هو فيه الشريطات الذهبيين، وكاين عندنا الجاكار هذا اللي تاوع عاوتاني فيه التويشي هذه كما قلت لكم، شفتوه هذا فيه اللعيبه ديالو بحال ماك. سير سعد الواحد، بالنسبه لهاد الصلاه ديال الكويسات ديال الصلاه صراحه واعرين 260 درهم تما كيديروا. اييه. بالمعالقات ديالي. اييه. شوف لي هاد شنو هي، نشوف معاه كويس خطير بالنسبه للناس ديال البيرو. هذا ما تنساش الله يرضي عليك تلوحوا لي في لاباج باش الناس يعرفوا راه كاين عندنا، وحتى اللي بغى هذيك الساعات راها الثمن ديالو كيدير 15 درهم بالمعالقه ديالو. مرحبا. صراحه زوين. اييه. وكاين هاد البلاطوات ديال البوفي ديال اعياد الميلاد ديال الوليدات الصغار كيديروا الثمن ديالهم 80 درهم جوج بياسات 1600 درهم 1600. مرحبا. بالنسبه للمقله العجيبه مات ايطالي 40 سنتيم، دير فيها الخبز دير فيها، الثمن ديالها كدير 200 درهم 40 سنتيم الكبيره وثقيله، ولكن هذا راه طيب فيها ودير فيها كلشي ان شاء الله. شحال قلتي لي الثمن ديالها؟ 200 درهم 200 درهم 4000 ريال. مرحبا. بالنسبه لهاد الفراقه، هاد الفراقه كدير على ربعه بالبلاطو ديالها، ربعه الطويجدات يعني ديال الزيتون عسيله. عاود نقول لك عسيله سمينه زويده زويده زويته، الثمن ديالها كدير 95 درهم. كاين هاد الفراقه اللي كاريه كدير 120 درهم، وهذه اللي فيها خمسه بياسات جات دايره كدير 150 درهم، وكاين هذه عليها 3 طاج حتى هي كدير 120 درهم 2400. رجع عليا خويا هادشي راه حمقني. مرحبا بدي سعد الواحد، شنو اللي باقي زقلنا هنا؟ ما زقلنا والو كنظن. الشميشه وريناها في هذا اللون المغموق ديالها وفي هذا اللون المبهج بجوجهم،
سوا هادو عندك 4 بياسات اناناسا المرايه الخطيره اللي كتجي في كوزينه واعره الثمن ديالها 110 دراهم وعندها منين كتعلق بالنسبه للناس بزاف كيسولوا واش عندها منين كتعلق دايرين لها منين كتعلق ايوه مرحبا باقي عندنا في الشينون الاخر ديال الكري كاينه 110 دراهم مرحبا سير الله بالنسبه للترموسات راه باقي عندنا كاملين كما وريناكم كاين عندنا ديال العصفور اللي هما هادو باقي ندير 120 درهم اينوكس 145 درهم هادو تما 100 درهم هادو الاخرين تما 100 درهم 145 درهم اللي حداهم هنايا 100 درهم اللي فيهم هاد العيبه ديال من الفوق ديالهم الاخرين لا هما ولا الدوغي ديالهم 150 درهم وهادو 120 درهم اجري الباكات المصولدين عاوتاني كاين على برا هادو قلنا 160 درهم ديال العصفور كدير 120 درهم صافي المهم هادشي اللي كاين اجي معايا خويا اللي صولد هادي دوزناها هادي الخطيره العجيبه ديال السرابات كدير 60 درهم وكاينه هادي تاهي كدير 10 درهم هادي بوحدها 10 درهم مرحبا نورا الهيري سولتني على الثمن ديال الطبيسلات ديال الشميشه اختي كيديروا 60 درهم 60 درهم غيسالوا في اي لحظه فيهم صولد خطير مرحبا كاينين عندنا في البرنوسي وكاينين في سيدي مومن مرحبا بسعد واحد بالنسبه اللي دوسوا فيها ربما ما دوزناش الثمن ديالهم بوحدهم شحال كنا قلنا الثمن ديالهم 6 بياسات مرحبا بالنسبه للناس اللي شافوا معنا هادشي الصراحه الزوين اللي كيحمق واش اللي بغى شي بياسه اخرى وما عرفش الثمن ديالها يسولنا دابا ما حدنا طالعين معكم اون ديريكت مرحبا بسعد واحد ومهم اللي فهم اثمنه واللي عرفها ياكد لينا وما تنساوش ديروا لنا داك التويشيات اللي كله باش كيطلع هذوك لي موتيف ديال لي موتيف انتيردي مهم الاستفهام باش نعرفوا باش اللي ما قرناش الميساج ديالو نعاودوا نقراوه ونجاوبكم على جميع الاسئله ديالكم مرحبا. بالنسبه لي تيرموس قلنا 110 درهم ديال الخامه الكيسان ديالهم الواعرين 120 درهم مرحبا. فيهم 6 بياسات مرحبا بحال البلو بحال النوار اجي السي بدر مرحبا خويا الباك العجيب المصول ديال الخطير اللي فيه الصراحه فيه بزاف ديال السلعه وبثمن خطير يعني عندك صناديق على سبعه هشام وجوج لي سوب لا جوج زائد فراقه زائد بلاطو الثمن ديالهم 199 درهم شنو مرات عاوني 199 درهم المهم كاين بزاف ديال السلعه يعني اللي فيها سولد خطير المهم كاينه فراقه غوج اللي في البلاطو ديالها بالتفصيل ديالها كدير 100 درهم وكاين عندنا الفير حتى هو 100 درهم كلشي بارطاجي كلشي القليبات ما تنساوناش عندنا بورت مونجي اللي بالسويق ديالها وفيها واعر هذه السيباده الصراحه الثمن ديالها كدير 160 درهم 160 درهم خطيره والله العظيم الا كان ممكن نساعد واحد تحلها باش تبان مكرمه هاد لانش بوكس سولوني على الناس بزاف هاد لانش بوكس الله يحفظك سولوني على الناس بزاف بالنسبه لوليداتهم اللي كيبغيو مثلا اللي كيديروا لهم لا كونتين في المدرسه كيخافوا على وليداتهم لا ربما يوكلهم شي حاجه ماشي هذه كل هذا كاينين العيالات كياخذوا مثلا داك الماكله اللي غادي يبغيو كل وليداتهم وكيديروها لهم هنايا يعني كتجيهم خيره وهاد العيبه هادي كامله شامله لاي حاجه انا غندير لا ديمونستراسيون ديالها دابا ان شاء الله تعالى وغادي نوري لكم بياسه وحبه حبه داكشي اللي كاين في الداخل المهم سي بدر قلنا بعد ما نوريكم اشنو اللي باقي عندنا هنا على برا قلنا الفراقه والطبس البلاطو ديالها باليد ديال دوغي تام فيغ 100 درهم وكاين الغوج 100 درهم تاهو 100 درهم مرحبا 2000 ريال سرع وبالنسبه لهذا هاد الكري ديالو هذاك مابقاش عندنا كاين غير في الترسيل كيدير 1000 ريال والنوار 60 درهم 60 درهم مرحبا بالنسبه لهاد البلاطو هادي ديال العود الثمن ديالهم 200 درهم 200 درهم 4000 سرع الله بالنسبه لهاد البلاطو هي كاع ما دوزنا مع عبد الواحد 120 درهم ديال الخامه باقي فيهم لا البلونساله عندنا النوار باقي النوار مرحبا 120 درهم كنت غير تنسى لي هاد الفراقه هاد العجيبه ورينا الثمن ديالها 60 درهم 1200 ريال 1200 بالرجيلات ديالها مرحبا 60 درهم مرحبا سرعه بالنسبه للدجاجه قلنا راه باقي عندنا في اللوان ديالها كاملين
لا البيضاء لا الصفراء ولا النوار. صافي واحد الا كان ممكن تورينا هذا اللانش بوكس. لانش بوكس هاي خويا هذه القرايه هذه ديال السوائل ديال السوائل اييه. المهم هذه كدير 165 درهم. كتحافظ شويه على السخونيه ولا والو؟ ضروري شويه اييه. فيها الثمن الصراحه زوين وإينوكس من الداخل يعني صحيه يعني صحيه ما تخافوا والو على البلاستيك على وليداتكم ولا حتى بالنسبه للناس الكبار. هذه حنا كنقولوا بالنسبه للوليدات وانما راه كتستعمل حتى الناس الكبار. المهم الثمن ديالها قلنا 160 درهم وفيها المعالق مازال وفريشطات براتيك راه ماشي حاجه اللي ما شاء الله صراحه فريشطات ها ميسا حتى ما سالنا الله. الثمن 160 درهم 3200 ريال. مرحبا. المهم لاش بوكس عاوتاني اللي بواطا وحده الثمن ديالها 15 درهم. اييه مرحبا. مقراش ديال الجرانيت. اي راكيناني رجعتكم ثاني على الله وعينك اليوم. سير اخويا سير اخويا سير ما كاين بس ماشي مشكل. المهم مقراش جرانيت الربعة ايترو كيدير 170 درهم وثلاثة ايترو كيدير 150 درهم 3000 ريال. مرحبا. بالنسبة للكاغاف الجديدة الثمن ديالها كدير هذا شوف واحدة كدير 45 درهم. هادي ماشي ديال السخون؟ لا لا ماشي ديال السخون سرعة. لا لا ماشي ديال السخون راه خليك عادية. المهم 45 درهم. مرحبا. اجي سي بدر اجي. مرحبا انا معاك اخويا انا معاك. كاين هاد القراية ديال الزيت اييه جديدة الثمن ديالها 25 درهم فيها اللوينات ديالها كاملين اييه. كاين هذا وكاين مازال هاد اللون. المهم ثلاثة لوينات كري خطير وزوين هاد الصراحة 25 درهم. مرحبا اييه. لا ما تخافيش من بعد ما تخافيش ما تدوزي الجو. يعني كاع دايرين اليوتيوب. انا راه بناتي دايرين اليوتيوب سرعة. بالنسبة لكاس ديال الماء والعصير ليمينارك وبالغطاية ديالو كيدير جوج بألف ريال جوج بياسات بألف ريال جوج بياسات بألف ريال. خويا هذاك راه ما يمكنش تدوز عليه مرور الكيران. عطيني نوريك لاستيس اللي فيه راه زوين صراحة. لحقيتاش كاينين قريعات كيكونوا بحال هكا اون فوا كتشدهم كتبغي تكب كيتكب لك كامل كيمشي لي مع الغطا. هذه راه فيها واحد لافير خطير عسل بواحد الا كان ممكن تشد لي القرعه راه فيها هاد العيبه هذه. راه عطاو المالي بعدا ماشي مشكل حنا نشوفوا واحد اخر ماشي مشكل. فيها هاد العيبه هذه ديالو من هنايا يعني كتفيكسيها وعاد فيها واحد الصفاي حتى هو ماشي داك النوع اللي كنتي غير كتكب كيتكب لك معاه. هاد راه صعيبه اللي ما وركتيش عليها هي كتسمع الطرطيقه ديالها فهمتيني سي عبد الواحد. لا هي ولا هذه هذه راه نقولوا عادي الثمن ديالها كدير 40 درهم ولكن سالات لينا سالات يعني ما غاديش تكون. المهم اجي السي بدر واحد المول ديال الطاك واعر خطير الثمن ديالو كيدير 140 درهم 26 سنتيم. مرحبا. سرعة. السي بدر واش كاين شي قليبات كاين شي كاين موجود الخير هادو راه كاين شي قليبات هما بداو كيضربوا. سير اخويا مرحبا. اجي اخويا. بالنسبة لهاد لوغلوج الثمن ديالها كدير 85 درهم. بالنسبة للسوبلا كدير 25 درهم. هاد البلاطو كيدير 1000 ريال وكاين هذا حتى هو ب 1000 ريال والفراقة 1000 ريال يعني السولد عندنا ثمن مرحبا خطير خطير يعني بمعنى الكلمة يعني هرس دقدق. واحد السيد زكريا شقا كيسولني قال لي ترموس لاكور شحال الثمن ديالها خويا عبدو؟ 160 درهم على جوج 160 درهم اينوكس واينوكسابل وحاجه زوينه زعما صراحه. سير اخويا بالنسبه لهذيك الكويميله واش باقا ما باقاش؟ باقا الكويميله العجيبه المسوديه 1000 ريال. مرحبا. 1000 ريال الثمن خطير. مرحبا. بالنسبه للبلاطو حتى هو هذا راه كيجي خطير في الحطه ديالو فيه كيسان تقدر دير فيه حلوه 1000 ريال حتى هو. ما فيها باس نذكركم باللي نتوما معنا مباشره على صفحه اواني عبدو الرسميه المحل ديالنا ديال سيدي مؤمن المتواجد اونفاس مع مقهى الطاس الشهير اللي كنقول لكم دائما وابدا. حنا جينا في الاسفل ديال المسجد ديال الاحسان اللي كاين شارع بلال اللي هو هذا يعني السويقه ديال المارشي ديال الكرون اللي غادي يدخل غادي يلقانا حنايا اونفاس مع مولي الحلويات. نحاول نزومي لكم عليهم اللي هما هادو ها هما اونفاس مع مولي الديسير. جينا حدا النقاشات هذه هي البلايصه ديالهم تحت تحت الشجيره
يعني اللي غادي تمشي ما يتلف ما والو. شجره واحده اللي كاينه من ورا بيم ها بيم راهو في كيبان لكم، يعني شجره واحده اللي كاينه تحت من بيم غادي تدخلوا غادي تجيو وتسولوا على المسجد ديال الاحسان، حنا رجينا متواجدين لتحت ديالو، مرحبا بكم. واللي تلف ما عليه الا يسول على المسجد، ولا مثلا ما بغى يسول حتى شي واحد ولا حشم ولا هذا يتصل بينا على الواتساب على هذه النمره هذه 06 90 82 82 02 02 02 02. مرحبا ودي سعد، عرفناه نمرتك، عرفناك حافظينها الله يبارك. كلشي حافظ النمره ديالي. ساهله ساهله. شفره الطبيب باينه. بلاطو ديال الحلوى باليديات ديالو ذوق زوين، الثمن ديالو 1000 ريال. قلنا هاد السوفلا كدير 25 درهم في البلاطو 1000 ريال، يعني 50 درهم الفراقه هذه اللي تجي دايره هكا سامبل 50 درهم. بالنسبه لهاد الاثمنه غادي يكونوا في البرنوسي وفي سيدي مول. نزيدهم في بلاطو اخر، هذه حتى هي كدير 1000 ريال 50 درهم الصول. مرحبا الصول دو لامون. بالنسبه لهذه على ذكر لامون 60 درهم الكوبا زوينه 60 درهم 1200 ريال. قلنا هاد البلاطو كيدير 1000 ريال، وكاين عندنا هذا باك دايرينو فراقه معها تبصيل كيدير 100 درهم في الغوج وفي فير حتى هو 100 درهم. قلنا هاد الباك العجيب الثمن ديالو كيدير 199 درهم 199 درهم فيه 6 بياس ديال لي سالاد فيه وجوج سوكلا زائد فراقه زائد بلاطو ديالها ديال 12 كاس. مرحبا. وكاين واحد الكيسان هزهم اخويا تا شحال من طابله داير ليا هنا؟ حنا درنا طابله وحده تا شي لا ثلاثه طابلات. ما شاء الله كويسات مخدومين صراحه، ماركه مزيانه. والثمن ديالهم سعد الواحد 24 كاس ب 60 درهم 24 كاس 24 كاس ب 1200 ريال 1200 ريال. مرحبا. ثمن سولد خطير عند اواني عبدو البرنوسي واواني عبدو سيدي مومن. يعني الا مشيت للبرنوسي نلقاهم، البرنوسي جيت لسيدي مومن نلقاه. مرحبا مرحبا. 24 كاس ب 60 درهم الكماله ديالو فينا. مرحبا. خاصنا نصاوب لهم بلاطو خاص بهم. بالنسبه لهاد الشميشه الثمن ديالها كدير 110 درهم 2200. ذكرني الله يرضي عليك بالثمن ديال هاد لانش بوكس. لانش بوكس 160 درهم 160 درهم. وشنو تقول لصحابك سعد الواحد والعائله ديالك؟ صحابي كلهم يبارطاجيو وكلهم يخليو لنا القلوبات ديالهم زوينين اللي كي اللي ولفونا بهم وما ينساوناش البارطاج والدعاء ديالهم داكشي اللي كاين. مرحبا. بالنسبه لهاد المقيلات ديال بونومي 260 درهم 3 بياس 260 درهم. مرحبا. بالنسبه لهاد الكريبيير كريبيير 90 درهم 1800 ريال. اي 1000 ريال. بالنسبه ل هذا هاد لا سوبيير لا سوبيير 100 و230 درهم في الفير وفي النوار. مرحبا. باقي في هذاك البيض ديالها؟ لا البيض ساله ساله ساله. مرحبا ماشي مشكل. شوف معايا لي مارميت ولا البرامي. نمشي نبداو بالكاسرونات. نبداو بالكاسرون الثمن ديالهم كيديروا 240 درهم. اييه خمسه البياسات 240 درهم خمسة البياسات فيهم جوج موديلات. مرحبا. بالنسبة للبرمة أربعة إطرو كدير 210 دراهم، وكاينة عندنا الستة كدير 210 دراهم، وكاينة الثمانية 230 درهم، وكاينة العشرة 250 درهم. إيه بالنسبة لهاد البرون ديلي؟ هاد البرون ديلي 250 درهم. بالنسبة للجرانيت الزوين اللي جربوه الناس بزاف وشكروه لينا، وان شاء الله غادي تكون في كونتيتي اللي ما غتساليش ان شاء الله. والثمن ديالها 5 اطر ونص 360 درهم، وكاينه 9 اطر كدير 420 درهم، وكاينه 11 اطر كدير 460 درهم. بالنسبه لهاد السميشو نعاودو نذكرو الثمن ديالهم ما فيهاش 180 درهم. شحال من بياسه؟ 5 بياسات 5 بياسات. مرحبا. اللوينات عبد الواحد الجري وكاين الكرونه مرحبا سير الله. بالنسبه لي كوكوت لي كوكوت قلنا ثلاثه جوج ونص كدير 170 درهم،
والثلاثة 190 درهم والربعة 210 درهم والخمسة 240 درهم والسبعة 280 درهم. هذو كلهم ألمنيوم. ألمنيوم إينوكس. أما بالنسبة للإينوكس؟ الثلاثة إطرة 380 درهم، الربعة إطرة 420، السبعة إطرة 480. مرحبا. هذا هو الباك العجيب صراحة، اللي ناقص 60% ناقص 70% كما قلنا لكم. مرحبا بكم عندنا في المحل ديالنا ديال سيدي مؤمن والمحل ديال سيد البرنوسي، يعني الاثمنه اللي غادي تلقاو هنايا هما اللي غادي يمكن لكم تلقاو سيدي مؤمن، ميم لي زارتيكل اللي كاينين هنايا هما اللي غادي تلقاوهم تما. ومرحبا بكم سير الله. بالنسبه لهاد ليكاج ديال الواحد مدومن، ديال الواحد ديال الواحد كيدير 80 درهم وديال جوج كيدير 150 درهم. هذا ديال الواحد، هذا ديال الجوج باقي فيه البيض ديالو لا كاين البلو؟ اييه. ومهم على جوج، على جوج كيدير 150، على واحد كيدير 80 درهم. 80 درهم مرحبا. بالنسبه على ثلاثه، على ثلاثه كاين هذا الخامي الصراحه الواعر كيدير 380 درهم في البلو وفي النوار، كاين الروند وكاين الكاري. وبالنسبه للكاري في البيض كاين ولا ما كاينش؟ ها هو خويا كاين. مرحبا. الثمن ديالو حتى هو 380 درهم. هذه هي الحطه اللي بغيتك تورينا من قبيله، والله حتى ما شاء الله رونق خطير. بلاطو كيدير 130 درهم، الكيسان كيديروا 120 درهم، لي دو سوفير كيديروا 30 درهم، ست البياسات، طرموس الخامه على جوج كدير 110 درهم. مرحبا. اما بالنسبه للبيضين نفس الثمن غير الشكيلات اللي مختلفين، غديروا كوبي كولي الاثمنه غير اللوينات اللي مختلفين كما قلت لكم. قلنا بالنسبه للمقدمه ديال السكر اتاي كدير هاد جوج بياسات كيديروا 50 درهم. مرحبا. بياسات 1000 ريال. راي ملك يا خويا ما جاوبتينيش على العجانه، والله يا اختي رجع نقلب على الكومونتير ديالك بلاتي نشوف الكومونتير ديالها شنو اللي قالت فيه. تا 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 بلاتي اسمح لي، لا ما عرفتش شنو واحد السؤال قبيل اللي داز قدامي. نعاودو نقلبوها، ممكن تجاوبني عاوتاني على العجانة سيلفو بلي، نعاودو نشوفوها. سولت على العجانة إيليت قالوا لي عيانة. بالعكس أختي العجانة ديال إيليت حنا خدمنا بها وعاود خدمنا بها مرارا وتكرارا، خدامة لنا مخيرة زعما الصراحة. الكليان راه كانوا داو من عندنا ماشي مرة ماشي جوج ماشي ثلاثة، كدير أنت مثلا كتشوفها عندك صاحبتك كتعاود عاوتاني تجي وتعاود تاخذ تايا منها، وعاوتاني كتجي صاحبتك الاخرى تايا كتعاود تاخذ منها، يعني راه لا مارك إيليت راه معروفه ومشكوره، يعني محتاجو كاع عندو علاه هادشي اللي كاين. وحتى دابا اللي كاين عندنا في المحل راه كاينه ماركه عاوتاني توب دي توب اللي هي بونومي، غادي نمشيو ان شاء الله تعالى غدا البرنوسي وغادي نشوفوها وديك الساعات نعاود نقول لك عليها. بالنسبه للفناجين ديال الاتاي صراحه زوينين واعرين بموديل جديد وزواقه جديده واعره، الثمن ديالهم كيديروا 80 درهم، 1600 درهم. مرحبا. نبغي ندد واحد الفكره دارت زوينه عاوتاني دماما ما تجناش، اللي هي سولتني سؤال ودات فيه بزاف ديال القليبات باش هكذا اثيرات لي لا طونسيون ديالي وخلاتني انني نقرا هذا الميساج. هذا سولتني على الكوكوت غرانيت. غرانيت يلاه غتجي خويا، غادي تكون ان شاء الله تعالى. المهم انتظروها في اللايف راه مازال غادي تكون ان شاء الله، واللي عنده شي سؤال ولا شي تساؤل ما عليه الا يدير كما دارت هذه السيده ديال دابا، صفطت لي بزاف ديال القليبات ولا تصفط بزاف ديال لي زيمونتيكون باش هكذا تاتيريني ونقدر نقرا داك الكومونتير ديالها. اما ملي كنشوف بحال هكا راه كيطلع عندي بزاف ديال لي ميساج مثلا، راه كيقول لي راه كيتفرج كيتفرج كيتفرج، ما نقدرش نعاود نقراهم كاملين. راه يا ملك راه السيد في برنوسي عندكم في برنوسي هو اللي قالها ليا، ربما ماشي المحل ديالنا حيت حنا خدمنا بها. شكون اخر؟ ياسمين حفيظ خويا المقلات اللي عندهم الغلاقه شحال شحال دايرين؟ جاوبني عافاك خويا جاوبني على هذا. هاد المقله هادو كدير 30 130 درهم، وكاينه النمره 26 كدير 110. هادو ديال الفران ولا ماشي ديال الفران؟ ديال الفران، تحيد الغلاقه ديالها وديرها داخل الفران. مرحبا. مروه النصري امين سولتني على البانيني شوايه الثمن ديالها. بانينو السوايه كاينه عندنا سيرفين كريست 350 درهم، وكاينه بونومي اللي جرانيت شوايه كدير 430 درهم. 30 درهم. وكاينه لا مارك تاتش اللي عاديه السامبل داخل ديالها كدير 210 درهم، وكاينه عندنا ليكسيس في الجرانيت كدير 220 درهم. مرحبا دي سعد الواحد، جاوبني هنا الله يرضي عليك عافاك، كيفاش كتوصيل؟ التوصيل بالنسبه للتوصيل الناس ديال خارج كازا، المهم يعني غير سكريني ولينا لي زارتيكل اللي بغاو
وغيخليوه لنا في واتساب. ديك الساعة غنعطيو التوتال ديال السلعة اللي غياخدو ايفيرسو فلوس في الكونت ديالنا، ديك الساعة توصل لهم السلعة ديالنا. مرحبا دي سعد الواحد. إيمان ملاك قال لك هادوك ديال 20 درهم البياسات اللي في الدوغي كيتحطوا في الممل فيها المملحات. نو سلام سلام مرحبا. تبارك الله. أمة الرحمن تبارك الله عليكم، راه سلعتكم زوينه. يلا غادي نجي نتقدى ثاني من عندكم. مرحبا بك اختي، ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس، المحل محلكم. مرحبا بالجميع، كل شيء ديالكم مرحبا بكم، يعني المحلات كاملين راه ديالكم. اي حاجه بغيتوها مرحبا بكم، كفي انكم تجيو عندنا ولا تتصلوا بينا، حنا غادي نصيفطوا لكم هذيك ساعه السلعه فين ما بغيتوا. ياك سعد الواحد هادشي اللي كاين. مرحبا. بامينه واش كتصيفطوا لاكادير؟ مرحبا. كيفيه التوصيل يا سعد الواحد؟ ذكر ما فيها باس. كيفيه التوصيل؟ كنصيفطوا مع شركه معروفه. المهم توصلكم السلعه ديالكم في امان. المهم يعني غتسكريني ولينا لي زارتيكل اللي بغيتو، وديك الساعه تخلي لنا في الواتساب نعطيكم التوتال ديال البون ديالكم، نعطيكم رقم الحساب ديالنا، تفيرسو لنا الفلوس ديالنا، الساعه توصلكم السلعه ديالكم. هذه هي الخدمه اللي كنديروا مع الكليان كاملين، وكتوصل لهم السلعه ديالنا. مالكة في الدول، انا اللي جيت دابا سولتك على الفنيق ديال الدجاج. مرحبا بك لالا، غدا ان شاء الله راح نعطيناك كارت فيزيت. ياك يا سيدي عطينا كارت فيزيت. كاينين موصلوناش، كاينين فنيق واعرين اخر ما كاين، ولكن في الدوغي غايجيو غدا ان شاء الله، غنطرقوا من بارود في البرنوس ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. سميطه صوار، واش هادشي كاين في القريعه؟ اختي حنا المحلات اللي كاين عندنا هو ديال سيد البرنوسي وديال سيدي مومن، يعني اللي كتشوف فيه هنايا غادي يمكن لك تلقاه في سيد البرنوسي وايضا في سيدي مومن فقط. واش عندكم محل في القريعه؟ لا، كما ذكرت سالفا اننا عندنا جوج ديال المحلات، واحد في سيدي مومن وواحد في سيدي البرنوسي. توريا مفضل، الثمن الفرقه اللي قدامك دابا فيها الملحه المحله والبيضه، لا بغيت نقول الكحله والبيضه، هذه 380 درهم 14، والاخرى هي 380 درهم. سير الله. شنو هاد البونبونيير؟ ما قلناش الثمن ديالها، الصراحه واعره. الثمن ديالها كدير 80 درهم، وكاينه هاد المبيخره العجيبه الخطيره اللي خداو مع عندنا الناس بزاف، دارو ديكور، الثمن ديالها كدير 120 درهم، 2400. بالنسبه كاينه عندنا سير قرعه ديال الزاج بالروبيني ديالها، العصير، الزيت، المهم الماء، الثمن ديالها كدير 120 درهم، 2400 ريال. مرحبا دي سعد الواحد. جنة جا، جيبوا كلوب في الذهبي وشكرا. كلوب في الذهبي، كلوب في الذهبي، تنعاودو نشوف هذا الميساج. إلا ولا كان ممكن تعاودي تكتبي هنا الله يرضي عليك. فاطمة عمي، واش مازال العرض ديال 199 درهم والزليف اللي معاهم واش فيهم الأشكال؟ لا، الشكل الواحد اللي باين في اللايف هو اللي كاين، هو اللي غتلقاه. مرحبا. نسرين نهاس، القراعي تاع العطرية ما كتسبش في البرنوسي، ما عرفتش شنو غتقول. القراعي تاع العطرية اختي، راه داكشي اللي كاين عندنا ديال العطرية هنايا راه هو اللي كاين بإذن الله في البرنوسي، يعني نفسهم. أمة الرحمن، ربي يخليك السي بدر والسي عبدو، بارك الله فيك اختي. هذا واجب، يعني باش نقوموا لكم بالواجب ونوصل لكم الصورة كما بغيتوا إن شاء الله تعالى، ونتمنوا أن الرسالة ديالنا دائما تكون واضحة. إيمان ملاك، وهذوك ديال لي بونبونيير ديال الربعة ب 50 درهم، واش باقيين ولا لا؟ كاينة عندنا لا مارك لاف كدير ربعة ب 50 درهم، هذه ربعة ب 50 درهم، وكاينة عندنا هاد لا مارك حتى هي ربعة ب 50 درهم. مرحبا. ديال لي بونبون ديال كلشي مملحات ديال الفلون، الصراحة زوينين وفيهم ثمن خطير. وكاين هاد لي بونبونيير الثمن ديالها كدير 60 درهم، فيها دوطاج وزوينه، الجاج ديالها بروميان، الثمن قلنا 60 درهم، 1200 درهم. احلام احلام، سلام اللي بغيت تقدا عندكم بزاف. واش تصايب معاه ديروا شي محل في ليساسفا؟ عندكم داكشي زوين تبارك الله ما شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه للجمله، الجمله كاينه، الثمن ديال الجمله المهم كيف تتصل بينا في الواتساب ولا